حاضر 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 معك كل واحد تحت كرسي. نعم. إخلاء سبيل 672 موقوف. هو موقوف. 672 اللي كانوا موقوفين في السجون. دمشق طبعاً في بعض المحافظات موقوفين راح يروحوا على بيتهم، اللي كانوا بدمشق كمان عددهم 588 منهم نساء 91 والباقي 497 شخص راح يروحوا على بيتهم اليوم نتيجة مكرمة السيد الرئيس. وين هندي